نبلش بالمحاضرة مالتنا. الصوت واضح؟ أكدوا لي إذا الصوت واضح. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبلش محاضرتنا اليوم اللي هي تعتبر المحاضرة الثالثة إذا اعتبرنا أن الانترودكشن كان مجرد محاضرة تعريفية بيناتنا. أوكي. فاليوم إيش راح نأخذ؟ راح نأخذ الخواص الفيزيائية اللي للدريلينج فلويدز. شنو اللي يميز انه هذا اقدر اقول عليه هذا دريلينج فلويد، انه يصلح انه استخدمه في عمليه الحفر، وهذا ما يصلح فيه انه هذا الفلويد ما اقدر، او انه هذا البائع ما اقدر استخدمه في عمليه الحفر. اكو مجموعه من الخصائص الفيزيائيه اللي تميز هذا المائع عن هذا المائع. انا شو كنت استخدمها وشلون اقيسها بالفيلد وتاثيراتها ونوع المشاكل اللي راح تصير عندي نتيجه تاثير كل واحده من خواص هذا المائع. اوكي. أنا دائما شوفوني دائما أكد على هذه الصورة دائما، يعني المحاضرة اللي سبقت وهي هسه هم ضفتها. ليش؟ لأن circulating system أو نقول بمعنى أصح البومب اللي هي تمثل القلب، هي فعليا هي الهارت مال برج الحفر. ليش؟ لأن كل عمليات سواء كانت على برج الحفر، حفر أو كان سمنتينج، إنزال كيسينج، رفع أنابيب، تريبينج أوت إن، واتفر، مرتبطة بالبوب. فإذا البوب يشتغل معناته أن الرج قاعد يشتغل، إذا البوب ما يشتغل معناته أن الرج عنده مشكلة، يا أما ويتينج أون سمنت ينتظر، يعني البوب ما قاعد تشتغل ينتظروني أن السمنت يصلب، أو أنه عندهم مشكلة بالسمنت، أو أنه عندهم مشكلة بالبير، أنه يا أما ستاكينج ويحاولون قدر الإمكان أنه يحررون السترينج أو أنه وصلوا للتيدي. فلذلك نشوف إحنا من دائما نمثل أنه البامب أو circulating system هو الهارت مال من مال الولد دريلينج. الشيء الثاني دائما تصبح، يعني حتى بالكتب بالنسبة للطلاب اللي أصحاب الهمة العالية اللي يقرون بالكتب، دائما تسمع بمصطلح الدريلينج فلويدز، ما تسمع بالدريلينج مات. يعني أوكي بالشركات السيرفس، بس خلي يفوت هذا البائع المتجول. حسيت شنو عبوك؟ أوكي. فعندي مصطلحين، تسمع مصطلح الدريلينج فلويد وتسمع مصطلح الدريلينج مات. يعني شركات السيرفيس دائما يقول لك، اللي شركات اللي تقدم لك هاي الخدمة يقول لك دريلينج مات، بس إنه التكست بوكس اللي الكتب المنهجية اللي المعتمدة يقول لك دريلينج فلويد. ليش؟ يقول لك هذا، ليه أستخدم هذا المصطلح؟ يعني هاي حتى قبل أن ندخل بالموضوع مالتنا، يقول لك استخدم مصطلح الدريلينج فلويد لانه هو مور وايزلي يوزد، اكثر حكمه باستخدام ذان ان شنو اذا تقارنه بالدريلينج مات. ليش؟ لانه هو راح يمثل لك البروبرتيز مال الفلويد ار ديزايند، يعني انه هذا لما انا اقول دريلينج فلويد انه انا هذا الفلويد اللي انا بدي استخدمه بعمليه الحفر، انه انا سويت له ديزاين، أنا اللي اختاريت المدويت مالته، أنا اختاريت الفيسكوسيتي مالته، أنا اختاريت بقية الخواص اللي راح ناخذها ونشوفها هنا. فلذلك يقول لك إنه هذا المصطلح، ليش دائما خاف، يعني مثلا تقول كتب مثلا يقول لك دريلينج فلويد أو دريلينج مات، إذا الأعم الأغلب هو الدريلينج فلويد. الدريلينج مات هو أطيان الحفر أو هي جزء من الدريلينج فلويد. أوكي. ولما الشيء الثاني، احنا لما نستخدم هذا المصطلح الثاني الدريلينج فلويد، يقول لك هذا هو شنو يمثل لك السبلست، يعني الشيء البسيط السمبلستيك فلويد، اللي هو المائع البسيط اللي موجود اليوم، بينما ما موجود اللي احنا نستخدمه بعمليه الحفر، بينما ما موجود اليوم حاليا يقول لك هذا لا، انه مور كومبليكيتد ذان، انه شنو مجرد انه انا اخبط مي وطين وصار عندي سائل حفر. لا، العمليات اللي أنا قاعد أستخدمها على حتى أحضر تهيئة ماء دريلينج فلويد، لا، عمليات تتضمن تحكم درجة الحرارة، إضافة مواد كيميائية، قياس التحكم بالخواص السائل، فهي الأمر مو بهالسهولة هذا. فلذلك إنه مثلاً نشوف كتب دائماً يحب يفضلون مصطلح الدريلينج فلويد على مصطلح الدريلينج ماد. أوكي، بس هاي إنه شنو توطئة قبل أن ندخل بالخواص اللي احنا نريدها. الفلويد بروبرتيز عاده اهم صفتين، يعني احنا
من خلال أخذت جيولوجيا عامة طلاب مو لو جيولوجيا النفط أخذتوها أنتو؟ أخذت جيولوجيا عامة يعني من ضمن 56 عندي بس واحد قاعد طلاب، مو معناته أنه مثلا أوكي أنت دخلت للميتنج توقع كل لحظة أنه أنا أوجه لك سؤال. أوكي أخذت جيولوجيا عامة. بالجيولوجيا العامة شو يقول لك؟ المكمن بأهم صفتين حتى أنه يكون المكمن، شنو هي هاي الصفتين؟ واحد يجاوبني. بوروسيتي والبيرموبوليتي. انا بالنسبه هذا الصفتين اللي تميز المكمن، عندي ايضا صفتين تميز الماء اللي انا استخدمه بالحفر اللي هي شنو اسمها؟ الدنسيتي والفيسكوسيتي. اوكي وعن طريقها راح نعرف مصطلح جديد يسمونه الريولوجيكال بروبرتي، الخواص الريولوجيه اللي او الخواص المميزه لماء عن ماء، يعني شلون البصمه مال الابهام. يعني هسه ما بالكلاس ما نلقى ما راح نلقى اثنين يشابهون بصمه الابهام. اوكي الا اللهم يعني توينز وحد السيمتري 100 بيرت هذا، لكن الخواص الريولوجيكال بروبرتيز انه هي الخواص اللي تميز لماء عن ماء بالنسبه للدنسيتي للفيسكوسيتي، وطبعا راح ندخل بتفاصيل الفيسكوسيتي تعرفها. لكن انا اللي يهمني هو هذا الرقم 5 بالخواص اللي هي هذا الخواص 5 بغض النظر عما تلقى بقيه التكست بوكس، او انه مثلا اذا تقرا دريلينج فلويد على شركه ايني حسب البوليسيز مالتهم احتمال تلقى فده هنا نقطه اضافيه او نقطتين. لا تقرا الشيل بس هذه الاعم الاغلب انه الخمس نقاط اللي هي تميز لي الفلويد بروبرتي انه الخواص الفلويد مالتي اللي هي شنو المالويت دنسيتي وزن هذا الماء ريولوجي. ولما تسمع ريولوجي دائما اربطها مع من يعني مصطلح الفيسكوسيتي الفلتريت لوسز اللي هو مقدار خسائر انه شقد المحاضرة اللي قبلها مطلع عليه ماكو صوت. شنو رجع هسه؟ رجع الصوت؟ خلص ما اعرف انا دا اشوف هذه علامة انه نو انترنت اكسس على الانترنت ماتي. معقول يعني لا دا اسمعك دا تسمعني معناته انه اكو انترنت بس شنو هال نشوف هذا الاشاره لان انا اوكي كونكتد anyway. بس هو المشكله دائما اصير مشكله بالصوت وهي السؤال يعني منو العينتين اللي جانا هسه؟ زين العابدين شامل كاظم قلنا هذه الخواص الخمسة اللي عندنا هنا هذه الخواص الخمسة هي اللي تحدد لي خواص الفلويد اللي هي المود ويت الريولوجي أو الاسم الدلع مالتنا اللي بين قوسين اللي هو الفيسكوسيتي مقدار الراشح اللي راح يروح عندي بالفورميشن مقدار الإضافات الكيميائية اللي أنا أضيفها على يعني اللي أضيفها على المود. أوكي والسوليد كونتينت السوليد كونتينت هو مقدار اللي موجود اللي العوالق اللي موجوده عندي بالطين الحفر
والسايد افكت مالته انه يسوي لي شو، يسوي لي الروجن. اوكي اذا تذكرون، واضح؟ ولا صوت مسموع؟ واضح. نعم استاذ واضح. اوكي 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 استاذ، ممكن سؤال استاذ؟ تفضل تفضل. ولو اقاطعك استاذ العفو. لا حبيبي تفضل. استاذ انت دزيت لنا محاضره هاو ذا وورلد، ذا وورلد استاذ دريدد اون ذا لاند. ايه مو صحيح استاذ؟ استاذ نعم. يعني ما نعم. ما تشرح لنا استاذ؟ دقفل المايك انا خلص. انا سولف عزيزي، انا هذا المحاضره اللي اعطيكم اياها هذا حتى تطالع عليها، قلت لك هذا محاضره انا مسويها وفيديو موجود عندك، فما يحتاج شرح، الفيديو موجود عندك نفس المحاضره، انا مجرد اخذ سنابات ورتبت لك اياها حتى انه شنو حتى تلاحق عليه. ومو كل شيء اللي انا اعطيك اياه بالكلاس انا لازم اشرحه، واضح؟ اوكي تفضل تفضل عزيزي. استاذ الملف اللي جاي شرحه حاولت ابحثه بالكلاس روم ما لقيته. يا ملف اللي جاي شرحه حاليا بعدني ما محمله على الكلاس، يعني هاي نعم. اي عزيزي سجل سجل ملاحظاتك، السلايد الثالث اكتب ملاحظه بايدك، السلايد الرابع هسه احنا بالسلايد الثالث، ما راح اسوي البرزنتيشن حتى يبين عندك السلايد، ما اسوي البرزنت يعني اسوي الميكسمايز على الشاشه حتى يكون واضح عندك السلايد، برا المحاضره راح احمل هنا والفيديوهات. اوكي واضح. اي فقلنا الخاصيه الخامسه هذه السوليد كونتينت اللي هي سايد افكت مالته انه شنو يسوي لي اروجن بالبايبس، يسوي لي اروجن او يسمونه الاسم الدلع مال الاوريجن، الاوروجن يسمونه الوش اوت، الوش اوت انه شنو عندي جزء من جهه اتصال الانابيب مع بعضها، عندي راح يصير انه السنون مال الانبوب الميل والفيميل اثناء اتصالهم راح يصير بيه وش اوت، راح يصير بيه احتكاك نتيجه انه الرمل اللي موجود بالطين، وبالتالي المد راح يلقى له منفذ ثاني، وبالتالي راح يصير اوبن لوب مو كلوز لوب، انه يطلع من المضخه، يطلع من البتات مال من النوزل مال البت، لا راح يلقى طريق ثاني، وبالتالي يصير عندي لوسز بالمات. هاي كل واحده من عندهم راح نعرف شلون نقيسها وشلون نوصل لها. اذا السؤال هنا يسال نفسه يقول لك لما قلنا احنا الماد ويت ايش نقصد بالماد ويت؟ التعريف مالته هو شنو الماد ويت؟ يقول لك حسب هذا التعريف الفيزيائي اللي اخذناه دائما، ماد ويت او الماد دنسيتي. انا بيش يفيدني الماد ويت او الماد دنسيتي؟ الماد ويت او الماد دنسيتي اهم شيء انه هو القوه اللي راح يسلطها اني مقدار الجالونات اللي انا راح اضخها بالفيل بالويل. هذا الجالونز او انه هذا الماد ويت هذا مع الهيدروستاتيك بريشر اللي هو راح يولد لي قوه الهيدروستاتيك بريشر في حاله السكون وفي حاله السيركوليشن، الهيدروستاتيك بريشر هذا اللي انا راح استخدمه حتى اصير عندي كنترول عليمن على البير. مثل ما تعرفون طلاب احنا نستخدم الحفر بالعراق، شنو نوع الحفر بالعراق؟ اندر بالانس، بالانس، اوفر بالانس؟ اوفر بالانس. اوفر بالانس اوكي، يعني معناته انه شنو ضغط عمود السائل اعلى من ضغط الفورميشن حتى يصير عندي اوفر بالانس. اوكي اخذناها، فانا حتى اولد هذا الضغط عمود السائل اللي يكون عندي اوفر بالانس لازم يكون عندي الماد ويت. شلون اتحكم بيه؟ اتحكم بيه عن طريق الماد ويت. اوكي، وبالتالي هذا الماد ويت هو اللي راح يعطيني هذا المقدار اللي يخليني اوفر بالانس. اوكي، فلذلك ومثل ما تعرفون احنا ايش قلنا اذا يعني بس لحظه انا اريد اكتب هنا، انا قلنا البريشر مالتنا او الهيدروستاتيك بريشر، هيدروستاتيك بريشر شو يسمينا؟ رو غير رو هذه سوري راح اوف هذه شيء رو في جي في الاتش، هاي اللي المعادله اللي نعرفها احنا دائما
أقول إن هذا الرو اللي هي density اللي أنا استخدمه الجين أنا إيش راح يمثل لي؟ راح يمثل للغرافيتيشن مالتنا الفورس، بس هنا بما أنه أنا أستخدم وحدات الفيلد فراح أستخدم اللي هو عامل التحويل اللي هو 0.05 يعني مضروب في من في density مضروبة في ال h، وهنا ال h قلنا شو يمثل لي؟ ارتفاع، يمثل لي المجر ديبث أو الترو فيرتيكال ديبث. شو تقولون؟ هل الصوت واضح؟ نعم استاذ واضح. نعم استاذ واضح. اوكي هسه السؤال هو هنا لما قلنا انه هذا الارتفاع، احنا تعرفون احنا الابار احنا نوعين، ابار افقيه هذا بير افقي من نقطه A نقطه B يعني، وعندنا ابار ديفييتد او هوريزونتال هذا نقطه A وهذا نقطه B. فهنا ال H راح يمثل لي حتى احسب الهيدروستاتيك راح يمثل لي طول الانابيب اللي انا مستخدمها لو راح يمثل لي ترو فيرتيكال ديبث. بدايه شنو الفرق بين المجر ديبث والترو فيرتيكال ديبث؟ انا شرح لكم اياه لو لا ذكرونا الطلاب. اوكي 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 ما شرحها. ايش عندنا؟ لحظة وياي وياي عندي عندي versus vertical depth finished. نأخذ لنا صورة واضحة طلاب، هذه الصورة واضحة قدامكم؟ نعم استاذ واضحة. جيد 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 جيد. أنا قصدي على هذه الصورة. أوصل لها لحظة خلنا أخذها سناب شوت وأكبرها على يم على السلايد حتى أنه أقدر أتحكم بها. اوكي طلاب احنا عندنا بالقياس المجر ديبث بالنسبه للابار الافقيه عندنا مصطلحين بالنسبه للقياس يسمونه الام دي مقابله شنو تي في دي. اوكي نقصد بالام دي اللي هو يمثل لي طول الانابيب، يعني مثلا اذا اقول لك هذا البير A من النقطه A للنقطه B العمق مالته 5 كيلو، اذا طول الانابيب اللي انا منزلها ايش قد؟ 5 كيلو. بس بالنسبه للبير B طول الانابيب اللي انا منزلها ايش قد؟ منزلها خلينا نقول 6 كيلو. بس الترو فيرتيكال ديبث اللي هو اقصر مسافه ما بين النقطه A والنقطه B بالنسبه للبير B راح يكون من هاي النقطه لهاي النقطه. اوكي فلذلك يسمونه الترو فيرتيكال ديبث اللي هو اقصر مسافه بين اقصر مسافه عموديه بين نقطتين. فانا من احسب الهيدروستاتيك بريشر، الهيدروستاتيك بريشر اللي هو العلاقه مالته شو يقول لك؟ الايدج الهيدروستاتيك بريشر يساوي لنا اللي هو 52 بالالف اوكي مضروب في الدنسيتي مضروب في الايدج
هنا يا اتش هنا نبيك حاله في حاله الويل بي راح يمثل لي اللي اقصر مسافه ما بينها ما بين هاي النقطه خلينا نقول نسميها سي والدي اوكي هي هذه اقصر مسافه بين النقطتين ما استخدم طول الانابيب ليش اذا تتذكرون حسب تجربه الاواني المستطرقه اذا عندي هذا الشكل هيك اوكي من الاسفل المتصل بهذا الشكل وهنا عندي اسطوانه هنا الفلويدز اذا هنا راح يكون كله بنفس المستوى بغض النظر عن الشكل اللي هو ماشي به اوكي طلاب تذكرون تجربة الأواني المسترقة من المرحلة الابتدائية والثانوية فضغط ضغط السائل يعتمد على الإزاحة العمودية وليس على أنه شنو المسافة اللي أنا ماشيها بالوال بروفايل فلذلك بالهوريزونتال ويل أو الهوريزونتال ويلز بشكل عام أنا دائما أستخدم الترو فيرتيكال ديبث اللي أقصر مسافة ما بين نقطة البداية اللي أنا بديت الحفر ونقطة التارجت ماتي اللي هي خلينا نقول هذه النقطة إيش قد هذه المسافة إذا قلنا هاي على سبيل المثال هاي المسافة 5000 أوكي وطول الأنابي اللي أنا منزلها 7000 فحتى أحسب الهيدروستاتيك بريشر راح أستخدم شنو الطول اللي يمثل المسافة أقرب مسافة ما بين نقطتين واضح هسه هسه عرفنا شو الفرق ما بين المجر ديبث اللي هو طول الأنابيب اللي أنا منزلها والترو فيرتيكال ديبث اللي هو الطول العمودي اللي هو أقصر مسافة ما بين نقطتين المستخدم في حساب شنو الهيدروستاتيك بريشر واضح واضح أستاذ أوكي زين هذا يقودني إلى سؤال ثاني إنه هاي المجر ديبث لعد بيش راح استخدمه هاي المجر ديبث هذا راح استخدمه بحساب كمية الطين اللي أنا استخدمه أنا من 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 النقطة A للنقطة B شو راح أسوي عندي طين راح ينزل الاتجاه أو يرجع للسطح مو صحيح فهنا أنا هذا الطين يأخذ شنو يأخذ حجم الأنابيب اللي أنا منزلها ما له علاقة ترو فيرتيكال ديبث ولا إذا كان البير هوريزونتال ولا فيرتيكال يعني أنا كمادة إنجينير من أحسب كميات ما أحسب ضغوط من أحسب ضغوط أعتمد على الترو فيرتيكال ديبث أوكي اللي هي أقصر مسافة بين النقطتين ما بين السيرفيس وما بين التارجت النقطة اللي أنا وصلت لها يسمونها التارجت أو التي دي أوكي بينما بالحجوم كميات طين إشقد أنا أخبط حتى أسيطر على البير أحسب إشقد عندي أنابيب أنا منزلها واضح طلاب واضح استاذ واضح اوكي 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 جيت هسه اوكي ف طبعا طلاب انه هاي شنو هاي خطوه سابقه لان هي ماده مثل ما تعرفون ماده الدرلينج فلويد هي جزء من ماده الدرلينج يعني اذا تروح على الكورس مع جامعه بغداد هو كورس مدمج مع الدرلينج فلذلك انت تشوف مرات انا اشرح لك شغله بالدرلينج وبعدين ارجع لك على الدرلينج فلويد ليش لان احنا حسب كورسات جامعتنا احنا مقسميها الى كورسات يعني صاير لحد ما انه توصلون ان شاء الله مرحله ثالث وتاخذون الدريلينج فلويد يعني تاخذون الدريلينج 1 و 2 فراح يصير عندكم تصور اوسع عن الامور اللي قاعد اشرحها حسب لكن مع ذلك احنا قاعد نبسطها بيناتنا لحد ما توصلون الى هذه المرحله هسه لحد اللي هنا اكو سؤال اوكي بما انه زين شلون نقيس الماد ويت الماد ويت عندنا جهاز خاص مثل ما وضع عندك هنا بالصوره هذا الجهاز هو يسمونه ماد بالانسينج شلون ميزان مال العطار مال البقال اوكي يتكون من ذراع ولا سمعني لو لا نعم استاذ اوكي هذا قلنا هذا شنو هذا الماد بالانسينج شلون الميزان مال البقال يتكون ذراع هذه ذراع مدرجه وبها
بها الريدر اللي هو مادة متحركة. طبعا هنا عندي هنا نقطة محورية ليفل شلون هذا القبان القبان المسطرة الخلفات اللي يستغلون تطبيق سيراميك وكاشي اوكي ينتهي بجلاس. هذا الجلاس يحتوي على غطاء, هذا الغطاء مثقوب, الغاية منه انه شنو لما املي هذا الغطاء راح من اخلي هذا الغطاء على هذا القدح المعدني شو راح يصير عندي المد راح يطلع من هذه الفتحة حتى شنو ما يصير عندي بابل داخل المد, وبالتالي اقدر من حركة هذا الريدر يسار او يمين راح اعرف راح يعطيني انديكيتر اللي شنو للوزن الطين اللي انا مخليه هنا داخل هذا القدح. اذا هو مبدا مات بالانس ار جهاز بسيط موجود عندنا بالمختبر, يوجد بعدة انواع يعني اكو بيهم مثل ما هذا موجود واكو بيه لازم يكون ضمن علبه بلاستيكيه هي اللي راح تكون المسند تحل محل هذا المسند اللي موجود هنا عندك اوكي. اذا هو مبدا ميزان مال بقال جهه تخلي من طين, هذا الطين ياخذ حجم الكلاس اللي انا اللي هو السندر, هو انا ما اعرف ايش قد حجم الكلاس, انا امليه لحد ما انه يمتليه وابدا احرك هذا الريدر ما تي من يسره الى ان يعطيني الوزن حسب التاشيرات اللي موجوده هنا. راح يقول لي يا بنت الماد ويت مالتك او الدنسيتي مال الماد ويت مالتك راح تكون القيمه الفلانيه. وعاده احنا مثل ما تعرفون بما انه احنا الاويل فيلد فدائما نستخدم الوحدات الباوند بير جالون اوكي. يقول لك هنا شنو الماد سامبل ماست بي يونيفورم اند ريبريزنتيف, انه لازم يكون المات سامبل ماتي اللي انا اخذه يعني من اروح اخذ سامبل من التانكيات ماتي مال الخبط من الاكتيف تانك لازم يكون شنو لازم يكون متماثل يونيفورم. ما عندي مثلا انا جايب لي قاعده اللي جوا صار شلون الشكر منطقه مترسبه اوكي, وحاول قدر الامكان انه هذا الفومي مات اللي الفومي اللي بي فوم اللي بي فقاعات احاول انه اخذ جزء من التانكي بعيد عنه هذه تكون الفقاعات. ليش؟ حتى انه تكون القراءه مالتي اكيوريت وما بيها نسبه ايرور بالنسبه للماد ويت اوكي. لان انا من البدايه اذا حسبت الماد ويت غلط معناته انه الهيدروستاتيك بريشر مالتي راح يكون غلط, وبالتالي راح اسوي لوس للكنترول مالتي على البير انه راح ما اقدر اسيطر على ضغط الفورميشن. ضغط الفورميشن راح يكون اعلى من ضغط الطين اللي انا دا استخدمه, وبالتالي راح يصير عندي كيك, والكيك إن هي رفسة under control, ولما توصل للسطح يصير out of control راح تسوي لي blowout, وإحنا هذا آخر شيء نفكر به إنه لازم يكون عندنا blowout أوكي. هذا الصيغة مالته اللي هو يوجد هيك يعني بالمختبر مال المود إنجينير بهالصيغة هذه, وهذه عندنا نقطة الارتكاز, هذه هنا على القدح اللي هو مكون من ستال ستيل, وهنا عنده هذا الكفر مالته بالاضافه الى الفتحه اللي موجوده في نهايه الكفر, وهذا هو الريدر مالتنا اللي يتحرك يمنا ويسرى ويعطينا نسبه القراءه مالتنا في البي بي جي اوكي. اكو نوع ثاني يسمونه البريشرايزد نفس المبدا هذا النوع الثاني شوفه, لكن شنو هنا القبق مالته اللي موجود هنا مرتبط مثل الأداة المطاطية اللي استخدمها أنا يعني على راحة اليد أضغط عليها كأنما قاعد أمرن إيدي مرتين ثلاثة. الغاية منها إنه شنو إذا كان المد مات بي فوم بي غاز إيش راح يسوي؟ راح أقلل حجم هذه الفقاعات اللي موجودة بالمد, وبالتالي شنو ما راح تأثر على قراءة المد ويت أوكي. فإذا المد بالانس بين نوعين, براشرايز مد بالانس والمد بالانس العادي اللي هو نان براشرايز. واضح طلاب؟ واضح سنة. اوكي. هسا احنا شنو دخلنا بال الريولوجيكال بروبرتيز اللي هي الخواص الريولوجية, وقلنا لما تسمع ريولوجيكال انت اول شيء يجي في بالك هو شنو تقول يا ابا انا دخلت بعالم الفيسكوسيتي عالم اللزوجة اوكي. طبعا هي اصل الكلمة هي كلمة غريقية ومتكونة من مقطعين ريوس
ولوغوس اللي هي ريوس اللي هو دراسة الفلو أو مجرى الجريان يعني الستريم كارنت أو الفلوينج، والثانية هي اللي هي اللوغوس اللي هي the study of. فإذا إذا تجمعها مع بعضها اللي هو علم دراسة الديفورميشن التشوه والجريان، علم دراسة يعني دراسة التشوه والجريان. التشوه بالنسبة لمن؟ للمواد الصلبة والسائلة أوكي؟ لكن المواد الصلبة ما بيها جريان فقط تشوه، لكن المواد السائلة فيها تشوه وفيها جريان. إذن هو هذا المصطلح بشكل عام يعني خاص حتى مثلا في مادة strength of material تأخذوا أنتم مرحلة ثانية مو طلاب مقاومة المواد؟ نعم سيد ناخذ أوكي. فإذن الريولوجيكال هم يستخدم على المواد الماتيريال اللي هي الالوي ستيل النيكل النحاس الألمنيوم وتبر من أنواع الالوي اللي أنت عندك أوكي. ما أعرف إذا هاي الصورة واضحة عندكم، فتلاحظ هنا مثلا هذا فيسكس ماتيريال، هذا شوي أقل من عنده، هذا شوي أقل من عنده، هذا لا أوكي أموره تمام. وهذا فإذا هذا اللي يحدد لي هذا الديفرنت ماتيريال اللي موجود عندي هنا، النماذج اللي موجود هنا من هو الريولوجيكال بروبرتيز واللي هي أهم صفة بها قلنا شنو هي الفيسكوسيتي أوكي. زين هنا أنا طبعا بالفيديو اللي راح يشوفونه اللي وأنا مخليت لك إياه هنا أنا بهذا السلايد اللي هو understanding viscosity، الصورة هذه مأخوذة من عنده. هنا أنا لما أنا قاعد أسكب عندي ثلاث أواني، الإناء الأول واحد هذا وهذا الإناء الثاني وهذا الإناء الثالث، فسكبت بالإناء الأول oil طبعا إلى viscosity، والثاني honey اللي هو عسل إلى viscosity والwater. بس أنتم طلاب يعني by experience من هو الفيسكس ماتيريال between of them اللي هو اللي زوجة مات أعلى شيء between العسل منو العسل أستاذ هون أوكي العسل أوكي العسل بعد العسل أستاذ بعد العسل أستاذ النقط الأويل أستاذ أوكي جي إذا مثل ما تلاحظون هنا، إذا أثخن واحد أو الفيسكس ماتيريال هنا اللي موجود عندنا هي شنو؟ أول شيء الهني، بعدين يجي من بعده الأويل اللي هو الفيسكوسيتي مالته أعلى، وآخر شيء عندنا الووتر. يعني أساساً أنت من تفتح الحنفية الماء ينزل مباشرة لو تنتظر لحد ما إنه ينزل لك من الحنفية، لا مباشرة ينزل. إذا معناته الفيسكوسيتي مالته أقل ما يمكن هي وين؟ بالووتر. فلذلك إذا تلاحظ هنا إيش قايل لك هذا بالرسم، هذا الرسم الأول هذا الرسم الثاني، هنا أنا شو يقول لك الفلويديتي إنه أو الجريانية أو المائعية، لما الفيسكوسيتي تكون قليلة هاي فيسكوسيتي وهنا أنا جريان، لو الجريان ما تشرح يكون راح يكون هاي، ولما تكون الجريان ما تلو الفيسكوسيتي شبيه راح تكون هاي. إذا فايس فيرسا، إذا إحنا كل ما تزداد الفيسكوسيتي شو راح تقل الحركة للجريان أوكي. فيش يعرف لك الفيسكوسيتي، انتبه على تعريف الفيسكوسيتي لأن إذا تقرأ طلاب هذا الموضوع شائك جدا على رغم سهولته. ليش؟ لأن بالكتب راح تلقى فيسكوسيتي effective فيسكوسيتي apparent فيسكوسيتي أوكي، وعندك بلاستيك فيسكوسيتي. زين هي فيسكوسيتي واحدة شو صارت عليها كربلة؟ إذا شنو راح ندخل نشوف تقسيماته. فانتبه لي حتى انه شنو هاي الامور كلها تصور واضحه بالنسبه لك وتفهمها من الدرس هسه اثناء ما دا اشرح لك اياها تفهمها وتثبتها في بالك. فشنو هو الفيسكوسيتي؟ يقول لك هي السبستانس ريزيستنس تو فلو. اذا الفيسكوسيتي بشكل عام هي مقاومه الماده للجريان اوكي، بس هذا بيها تصنيفات، هذا كلام عام اوكي. ف من ضمنها يقول لك هي الانترنال فراكشن اوف فلويد. اني هذا الفلويد حتى يقاوم الجريان اكو بي انترنال فراكشن، اذا اكو بي احتكاك داخلي حتى يقاوم القوه المسلطه عليه. تذكرون قانون نيوتن الاول، الجسم الثابت يبقى او الجسم الساكن يبقى على سكونه، والمتحرك على حركته ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه. زين هذا الشيء صحيح، لكن اذا هو في حاله السكون وانا قاعد اسلط عليه قوه
بالبداية راح يقاوم هذه القوة المسلطة عليه. نتيجة شنو؟ نتيجة الانترنال فراكشن، سواء كان بالفلويد أو بالنسبة للش اسمه بالماتيريال الثانية الستاف ماتيريال، يعني الحالات الصلبة. أوكي، فشو يقول لك هذا؟ بما أنه انترنال فراكشن، كل ما تزداد هذا الانترنال فراكشن معناته شنو؟ راح تزداد عند القوة اللازمة حتى أنه حرك هذا المائع. وهذه القوة شي يسمونها الشير، راح نعرف احنا شنو نقصد بها الشير. فيقول لك الريشيو اوف شير ستريس اند شير ريت هو معناته الفيسكوسيتي بالتعبير الرياضي. اذا باي ديفينيشن الفيسكوسيتي هي الريشيو مال شير ستريس التاو، هذه تاو الرمز اليوناني، على الشير ريت الجاما اللي هي مال الشير ريت. اذا الفيسكوسيتي حتى اعرفها رياضيا قلنا هي الانترنال فراكشن، وهي علاقة ما بين النسبة ما بين الشير ستريس على الشير ريت. زين، الرمز مالته شو يقول لي؟ الميو يساوي تاو على جاما. زين، انا ايش عندي؟ ايش يقصد بالشير؟ والله اوكي هسه راح اوضحها انا. جيد، الشرح واضح لحد الان؟ اكو سؤال استفسار؟ واضح استاذ. جيد، اول ما نفكر بهالموضوع هذا ولقى العلاقه، ايش قال لك؟ قال لك انه حتى احنا نفتهم المصطلح مال الفيسكوسيتي، حتى نسوي درايف للفيسكوسيتي، قال لك خلنا نتصور انه انا عندي شنو تو لايرز، هاي اللاير الاولى اوكي، وهاي اللاير الثانيه، وبيناتهم هنا ماده ما اعرف شنو هاي الماده. اوكي، هاي اللاير الاولى تحركت، الثانيه ثابته، يعني هاي اللاير 1 وهاي اللاير 2 اوكي، تحركت نتيجه قوه مسلطه اسمها اف. هاي الاف احنا عرفنا عن طريق الميكانيك الستاتيك والديناميك، يقول لك القوه الاف، هذه الاف تسلط غير اف، هذه اف لها شكلين من تسليط او شكلين من القوة التأثير. اذا كانت عمودية على مساحة المقطع راح تولد لي اجهاد F او يسموها N، نفس الشيء اوكي، اجهاد. اجهاد شنو؟ راح انه تحاول انه تضعف هذا الجسم. او اذا كانت موازية للمقطع العرضي، اذا كانت موازية للمقطع العرضي راح تولد لي قوة القص. شلون المنشار من داقو صانفة بيم لو فت خشبة؟ فإذا الاف إذا كانت عمودية على مساحة المقطع راح يسموه تولد لي ضغط، أو إنه تولد لي في عالم السترينث أوف ماتيريال تولد لي إجهاد، وإذا كانت هوريزونتال راح تولد لي قوة القص. فالقوة مالتنا اللي مسلطينها إحنا هنا شنو؟ هوريزونتال. هاي القوة الهوريزونتال الاف تتناسب طرديا مع المساحة المسلطة عليه، كلما زادت المساحة زادت الاف، كلما قلت المساحة قلت الاف. زين، هاي واحد. الشيء الثاني تتناسب ايضا طرديا مع الفي، والفي هي شنو من اسمها؟ يعني اكو واحد يقلب لس ب 11 وربع والمحاضرة ب 11 ونص. anyway الفي هي حاصل الفرق ما بين السرعة ما بين هذا اللوح الاول اللاير الاولى واللاير الثانية اوكي، وبالتالي كل ما تزداد في معناته انه انا القوه المسلطه كبيره، وكل ما قلت في معناته القوه المسلطه اقل. لكن هنا المسافه اللي هي هذه الاتش او الدي تتناسب عكسيا مع الاف. يعني انا اشرح لك هاي شلون اجت هاي العلاقه. اوكي، رقم واحد، اذا القوه المسلطه يا قوة القوة F اللي باتجاه موازي بنفس الاتجاه اتجاه موازي لهذا اللير تتناسب طرديا مع المساحة المسلطة على ال V اللي هي فرق السرعة ما بين الأول واللوح الثاني، وتتناسب عكس مع الدايمنشن بيناتهم. أوكي، إذا هذا قل هذا الدايمنشن هي راح تزداد، لكن إذا ازداد الدايمنشن بيناتهم
هذه راح تقل. الاف اللي هي القوه المحركه اللي تحرك لي الجسم من حاله السكون وتسوي دايناميك. اوكي، فايش قال لك؟ قال لك اشيل هذا، اشيل هذا عامل التناسب، اسوي يساوي اضيف مقدار اللي هو سميته الميو، بما انه احنا قلنا الفيسكوسيتي هي شنو؟ الانترنال فراكشن، انترنال فراكشن. اوكي زين، الشغله الثانيه احنا قلنا القوه الموازية للمساحة المسلطة عليها سميناها تاو. إذن الفيسكوسيتي إيش راح يصير عندي هنا؟ تاو يساوي الميو في الفي أوفر دي. أوكي، هذا يسموه هذا الشير ستريس، وهذا الشير ريت. الشير ريت اللي هو الفرق ما بين سرعة اللوح الأول ناقص سرعة اللوح الثاني على المسافه بيناتهم، سميناه شنو؟ الشير ريت. اوكي، فهذا الاشتقاق مال القانون مالتنا مال المعادله. اذا ريزيستنس يعني التاو هي مقاومه للدراج فورس، شير ستريس اوكي هي قوه القص، مقاومه لقوه القص اللي يتحرك للطبقه الثانيه بينما الطبقه الاولى ثابته. الشير هذا الشير ريت هو حاصل فرق السرعه الثانيه على السرعة الأولى على المسافة بيناتهم اللي هي الدي، اللي هو هذا. أوكي، واللي هو شنو؟ مقلوب التايم، اللي ريسيبروكال المن للتايم. فهذا يسوي لي V2 ناقص V1 على الدي. واضحة طلاب لحد الآن؟ نعم واضح. أوكي جيد. عندك شو عندك؟ عندك هذا اليوتيوب الفيديو، طبعا ورا ما راح احمل ان شاء الله ما احمل لكم المحاضره، وراح اعطيكم الرابط على هذا اليوتيوب. اللي اتمنى منكم انه كل اللي راح يقرون المحاضره يرجع حتى شنو يصير عنده فهم اوسع عن يمن للاندرستاندينج للفيسكوسيتي، منين جايه، شنو هاي التدرجات، شلون اشتقها نيوتن، مو تصفيط ارقام هو قاعد وصفن وطلع، لا اكو منهج رياضي اتبعه حتى وصل الى العلاقه. اوكي، فيديو كلش حلو وابديتد يعني بال 2021 هسه مسوينه، والانيميشن مالته كلش حلو واضح يعني بالانجليزيه كلش واضح. زين، عندنا شغله قبل لا ندخل بالفيسكوسيتي وخواتها وتفصيلاتها وبتعمها وبتخالتها، عندنا الجهاز اللي يقيس به الفيسكوسيتي. اوكي، هذا الجهاز ان شاء الله اذا زملائكم اليوم اللي دا يراجعون على مود انه يكملون الكتاب مالتكم حتى تاخذون المختبرات مال الدريلنج فلويد في نهران عمر، اليوم اثنين من زملائكم ترخصوا. فهذا الجهاز اللي يسمونه فيسكوميتر، هذا الجهاز يستخدم لقياس شنو؟ ريولوجي. واذا قلنا ريولوجي معناته شنو؟ فيسكوسيتي. اوكي، شنو هذا الجهاز؟ طبعا هو جهاز يتكون من هذا الاسطوانة الثابتة. اوكي، وعندك هنا البالب اللي هي هذا الجزء الدوار، هذا الجزء الدوار متصل بدايل. طبعا هو عدة انواع، اكو فيهم انه مثلا شنو هذا ثابت والاسطوانة تتحرك، اكو لا اكو الاجهزه الحديثه لا بالعكس الاسطوانه ثابته والبالب او البوب هذا هو اللي يتحرك. اوكي، بس ايش قايل لك؟ هذا قال لك هذا روتر، هذا فيكست، هذا البوب ايش بيه؟ مرتبط بعمود بديسك اللي يسمونه الدايل، وبيه تاشيرات من هنا. اوكي، وهذا كله مرتبط بسبرينج متصل بجسم الجهاز. انه شنو المبدا مالته؟ هذا من يفتر؟ هذا من يفتر؟ نفس المبدا مالتنا هنا، انه طبقه ثابته، لاير ثابته، واللاير الثاني شنو؟ متحركه. فهم قال لك انا استخدم نفس المبدا حتى انا اقيس، اقول لك انه هذا دا يتحرك اللي هو هذا راوتر، يعني هذا الجزء اللي هو دا يتحرك يفتر بالاتجاه الجزء الثابت مالتي هذا. فالقوه شبيه هنا، بما انه اكو هنا انا مخلي مات هنا،
راح يأثر لي على من؟ على هاي السلندر، نتيجة الانترنال فراكشن، نتيجة الفيسكوسيتي. هذا الديسك شبيه راح يفتر بمقدار معين، يعطيني قراءة معينة هنا يسمونها دايل. هو من اسمه إذا تذكروني الموبايلات، مو الموبايلات، الهواتف القديمة مال البيت، هذا اللي من 1 لـ9 دوك صفر يرجع للبداية، نفس المبدأ. إنه شنو هذه الحركة اللي هنا، الحركة مال الأسطوانة رقم 1 راح تولي لي حركة بالبوب اللي أنا هذا عن طريق الديسك اللي موجود هنا، فيصير عندي دايل كأنه ما يتصل. طبعا هذا الجهاز بسرعتين، بي هي 300 RPM وفاي 600، هو مصمم بهالشكل هذا، يا ما احرك 600 يا ما احرك 300 الريفولوشن بيرميت. لما احرك 300 راح يعطيني دايل معين، قراءه معينه، نقول 50 على سبيل المثال، ولا حركت 600 خلينا نقول يعطيني 70 على سبيل المثال. 70 شنو الفرة بهذا القرص؟ هذا القرص شلون يتر؟ نتيجة الفراكشن اللي ينتقل من هذا الجزء الدوار للجزء الساكن عن طريق شنو؟ عن طريق المادة اللي موجود يملأ الفراغ بيناتهم. واضح؟ هذا عمل الجهاز. الداخل يفتر والبرة ثابت. آه نفس الشيء، بس اقفل المايك. اوكي، هو نفس المبدا. الغايه من هنا شنو؟ ما هو على هذا الرسم اللي هنا، ما هو عليه هنا على هذا المبدا هنا. هاي السرعه هنا ايش قد؟ صفر. والسرعه هنا ايش قد؟ اعظم ما يمكن. اذا من هو الجزء المتحرك؟ اذا هذا السليف هو اللي قاعد الجزء يتحرك، اوكي، والحركه قاعد تنتقل للبوب عن طريق الفلويد، لذلك اتجاه السرعه راح يكون بهالاتجاه. هسه الاجهزه الحديثه مثل الفيديو اللي راح ارفقكم اياه بالمحاضره، لا يجي شو يسوي؟ انه هذا الدايل يقدر يحسبه بدلاله شنو؟ بدلاله التورك اللي مسلط. فيتعرف اي اجهزه مال القياس، يعني الغايه منها انه شنو الطريقه اللي انا اقيس بها، بس حتى اعرف انه المبدا انه هذا هاي اللاير رقم 1 إذا تحركت إيش قد راح تأثر لي على رقم 2، أوكي؟ زين، هذا المسافة بيناتهم بناء على شنو؟ بناء على التغير مال الفيلوسيتي، لأن هنا الفيلوسيتي صفر وهنا تكون الفيلوسيتي أعظم ما يمكن، وصحيح لو لا؟ لأنه شكل الفلويد اللي هذا أريد أشوف تأثيرها، اللزوجة مالتها إيش قد راح تأثر لي على اللاير الأولى. فشون ألقاها؟ عن طريق هذا الدايل، عن طريق هذا القرص اللي مرتبط به. إذا هي طرق قياس، هي طرق قياس، أوكي، تعتمد على الجهاز والشركة المصنعة. لكن إحنا هذا اللي موجود عندنا هسا، هذا اللي راح يشوفونه أنتم يعني بالمختبرات ناران عمر مثل ما قلت لكم، يعتمد على المبدأ هذا. اثنين من نفس المبدأ، سواء كانت الحركة من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل، أوكي؟ أوكي سار، شكرا جزيلا. أوكي. فهسه صار عندي، قلنا احنا الشير ستريس اللي هو هذا التاو هو فانكشن على الدايل ريدنج. طلاب بس خلينا نمسح هذا حتى لان صارت الصوره مو واضحه. اوكي، فاحنا الشير ستريس اللي هو التاو قلنا يعتمد على الدايل اتصال ريدنج اللي هو هذا. هذا إذا تذكرون تليفونات القديمة كان بيها هنا دوائر من 1 رقم 1 2 الحد ما يوصل لرقم 9، فأنت من تتصل بهالاتجاه أو شو يسوي؟ يرجع بهالاتجاه الثاني وتطلب الرقم الثاني، يعني مثلا إذا 1 2 3 تكتب 1 يروح لهنا ويرجع، 2 1 اللي هنا ويرجع. يعني هذا الموبايلات الاتصالات القديمة، يعني الهواتف القديمة اللي كنا نستخدمها هو يستخدم مبدأ دايل، معناته اتصال. أوكي، الشير ريت اللي هي القامة تعتمد على من؟ على السليف RPM، الأسطوانة اللي قاعد تفتر عندي مادي. إذا الشير ستريس قلنا هو فانكشن للشير ريت. شلون؟ إذا رسمناهن
نسخة اللي بأخر هذا في الطماطم. إذا قلنا هذا التاو ماتي أو هنا أنا عندي القامة، إذا رسمنا العلاقة بيناتين هذا الاسلوب إيش راح يعطيني؟ هو راح يعطيني الفيسكوسيتي. أوكي، هذا التاو أو شير ستريس مع الشير ريت راح يعطيني شنو؟ الميو الفيسكوسيتي. طبعا اذا الفيسكوسيتي ثابته ها راح يسوون نوع معين من الفلويد يسمونه نيوتيان فلويد. الفيسكوسيتي متغيره مثلا تصعد هيجي وصير يعني مو كير مو خط مستقيم، هذا راح يسمونه نان نيوتيان فلويد. هذا اللي هي عنوان المحاضره مالتنا الجايه، اللي الموديلات اللي موجوده عندنا، بس هسه احنا حتى بس نعرف الجهاز هذا اللي راح نستخدمه والقراءات. طبعا انتم راح تاخذوا باي ديتيلز ان شاء الله من تروحون مختبرات نهران عبر، تشوفوا من الجهاز وياخذ قدامكم قراءتين وتقيسون الدايل هنا. مثلا عند القراءه الاولى الثيتا 300 الطاق دايل على سبيل المثال خلينا نقول 20، اشر لك هنا 20، والثيتا 600 اشر عندك الدايل خلينا نقول 50. اوكي، وراح ايش راح اسوي بناء على هاي القراءات؟ راح احسب فيسكوسيتي كل وحده ولها خواصها. هسه واضح الجهاز هذا شلون طريقه استخدامه وطريقه القياس. جهاز بسيط يتكون من سرعتين 300 rpm و 600 rpm، يتكون من سليف وبوب، والحركه انه تكون عن طريق السليف، وعندي هنا قرص متصل بنابض سبرينج اللي هو هذا راح يعطيني مقدار الدايل. هذا الدايل الحركه اللي هنا تصير، الفر اللي يصير هنا نتيجه الفيسكوسيتي اللي منتقله من السليف المن للبوب بفعل المادي اللي موجود بيناتهم. فهسه احنا بما انه عرفنا الفيسكوسيتي اشتقينا المعادله الرياضيه مالتها الاساس الرياضي لها ولقينا الجهاز اللي نقيس فيه الفيسكوسيتي، هنا راح اعرف الفيسكوسيتي وتفرعاتها. ف بالأويل فيلد عندك مجموعة من أنواع الفيسكوسيتي، هي فيسكوسيتي واحدة اللي هي شنو؟ المقاومة للجريان. لكن عندي صارت عندي فنل فيسكوسيتي، صارت عندي أبارنت فيسكوسيتي، والإفكتيف فيسكوسيتي، بلاستيك فيسكوسيتي، اليلد بوينت، واللو شير فيسكوسيتي، والشير ريت فيسكوسيتي، وثيكسيتروبي أنجل سترينث. أوكي، هذه طلاب كلش مهمة. ليش؟ لأن هي هاي تعتمد، هي هاي روح المد ريبورت اللي انت على سبيل المثال انه انت دريلينج انجينير ويجيك المد ريبورت من المد انجينير، فلا انت تدور على هاي القيم وتاثيرات كل واحد من عندهم. واضح؟ فناخذهم واحده واحده. المشكله انه انت هاي كلها هذني كلهن يحكين على الفيسكوسيتي، بس كل واحده الى كونديشن معين. الفيسكوسيتي او من اسمها هذا اللي يسموه اللزوجه اللي انا اقيسها عن طريق الفنل اللي هو هذا المارش. ايش نسميه هذا بالعراقي؟ نسيت اسمه اللي نستخدمه نملي به الصوبه. هذا المصاب. قمع. قمع مصاب بالضبط. اوكي، فهذا هو شنو؟ عباره عن مثل ما تلاحظ هنا قمع بلاستيك هذا هنا يعني، وقاعد اشوف انه المد انجينير جايب لي نموذج من الطين من الاكتف تانك. وطبعا هذا او هذا القمع مات هنا شنو بي عندي هنا مثل المنخل سيف، حتى انه ذا اكو كاتين كذا شو اسمه ما تدخل عندي. اوكي، هو قاعد يسلط الطين مالته على هذا المنخل ومخلي اصبعه من الجهه الثانيه طافله. عنده هذا المنخل او هذا القمع لما يوصل الماد لهذا المستوى الحد اللي هنا الحد المنخل، الحجم مالته 1500 شنو؟ كيوبيك سنتيمتر. اوكي، هو ايش راح يسوي؟ راح يبدي يشيل اصبعه منه. يعني هسه الخطوه الاولى عبى طين، الطين الحد من الحد المنخل، عرف انه هذا الحد المنخل اللي هنا ايش قد مقداره 1500 كيوبيك سنتيمتر او لتر ونص. اوكي، شال الخطوه الثانيه يشيل اصبعه منه، هذا الطين راح يبدي يتسرب يبدي يحسب الحد ما يوصل ايش قد
من الطين. طبعا هو مخلي هنا يعني من شال اصبعه منها، مخلي عنده جلاس، هذا الجلاس مالته ياخذ 946 ملليلتر او اقل اللتر. اوكي، وبهالاثناء ما ينزل هذا الحاد ما يملي الجلاس، بهالاثناء مليت الجلاس، ايش دي يسوي؟ قاعد يقيس الزمن المرافق لنزول الطين من هذا القمع المن للجلاس. عاده يعني يقول لك هاي طبعا شنو بالظروف الجويه الاعتياديه اللي هي درجه الحراره 20 21، هذا الوقت المفروض الوقت المستاق احس بعرف انه اني هذا الفيسكوسيتي مالتي ما تغيرت نتيجه عمليه الحفر او انه صارت عنده مشكله بالبر، فيقيس هاي اللزوجه. الوقت المستغرق لنزول 46 ملليلتر من الطين يكون شنو؟ 26 ثانيه بلس ماينس 26 ونص او 27 28 ماكسيموم. اوكي، بلس ماينس ايش جيت؟ 0.5 سكند. ف هذه الفيسكوسيتي الفنال فيسكوسيتي هي طلاب خلي وراح اوكي. فالفيسكوسيتي اللي اقيسها بهاي طريقه القمع مال فنل او مارشال فنل يسمونها الابارنت فيسكوسيتي. هسه احنا راح نعرف شنو تقسيمات الابارنت فيسكوسيتي والافكتيف فيسكوسيتي والبلاستيك فيسكوسيتي، هذه كلها شنو منين جايه، ليش صارت هي فيسكوسيتي واحده. الفيسكوسيتي اعرفها هي المقاومه للجريان، مقاومه الماده للجريان. هذه التخصيصات اللي صارت بها شنو مره على بناء نوع القياس. يعني هسه مثلا هذا الفيسكوسيتي القيمه اللي القاها سموها فنل فيسكوسيتي. باقي لي 10 دقائق وتطفى الحاسبه لان ماكو كهرباء. anyway نستمر. فهاي الفنل فيسكوسيتي ليش تسمى فنل فيسكوسيتي؟ لان مقاس عن طريق القمع مال المارشال فنل. اوكي، اللي هو هذا بهالطريقه هذه. فالفيسكوسيتي اللي احسبها المستغرقه لحساب نزول ايش قد 946 ملم، الزمن المستغرق لحساب نزول 946 ملم من طين الحفر اللي انا مستخدمه. اوكي، وطبعا هي شنو تقارن بالنسبه من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للمي الووتر. اوكي، هذه الطريقه الاولى لحساب الفنال فيسكوسيتي او الحساب الفيسكوسيتي او ما يسمونها الفنال فيسكوسيتي. اوكي، عندنا هذا جهاز الفيسكوميتر هم يقيس لي، هو يقيس لي الفيسكوسيتي اللي استخدمناها اللي شرحناها قبل شويه، لكن تلقاه بعده اسماء. يا اما تلقاه مثلا الفي جي ميترز او الفان في جي ميترز او فيسكو ميترز او ريو ميترز، هذه كلها تحت الاسماء هذه كلها انه تبين لك انه هذا الجهاز اللي مستخدم لحساب الفيسكوسيتي اللي شرحناه قبل شوي. هذا شوف عندك هنا قلنا بي طاقتين مال سرعه 300 و600، وهذا السليف، وهذا عندك هنا الراوتر اللي يحرك لي السليف، نفس الشرح السابق. فش عندي الشير ريت شلون احسبها عن طريق هذا الجهاز؟ شو يقول لي؟ الشير ريت تساوي حاصل ضرب 1.753 في مقدار الار بي ام. الار بي ام مالتي بها نوعين، يا اما 300 يا اما 600، لان الجهاز بي سرعتين فقط، صحيح ولا لا؟ جيد، هذا شنو الشير ريت؟ اذا تذكرون شير ريت هي الفي 2 مال البليت الاولى ناقص الفي 1 مال البليت الثانيه، او البليت الثانيه ناقص البليت الاولى على شنو؟ على المسافه بيناتهم الدي او الاتش. الشير ستريس التاو قلنا ضرب هذا المقدار مضروب في الفاي. هنا الفاي شو تمثل لي؟ الدايل. شنو دايل؟
الفر هذا اللي يصير هنا، قلنا مثلا اذا فرينا 300 RPM ايش قد راح يفتر عند القرص فوق؟ مثلا مو قلنا 20 او 50؟ فحتى اطلع 20 ستريس هذا الرقم مضروب في الدايل. واضح طلاب؟ واضح استاذ. واضح استاذ. اوكي اوكي استاذ، ممكن سؤال؟ تفضل. استاذ انت هذا كلن جاي تشرح عن استاذ بالظروف الطبيعية بس الفيسكوسيتي استاذ ما تتغير ولا درجة الحرارة؟ يعني أقول من راح ننزله بالمكمن داخل اللي هو الدرينج ماد استاذ راح ما راح تغير الفيسكوسيتي مالته نتيجة تغيير الحرارة؟ بالضبط بالضبط بالضبط. اقفل واسمع من عندي. جيد جيد. هسه احنا قاعد احنا عادة بالهندسة دائما نبدا بالحالة البسيطة ونبدا نعقد شوي شوي. اوكي احنا وين قاعد نحكي هسه؟ قال هاي نحكي بالظروف الطبيعية يعني على السطح. معقولة أنا قاعد أحفر بير على عمق 4000 و5000 درجة الحرارة راح تكون مثلا 20 مثل ما موجود على السطح؟ لا راح تكون 65 75. أكيد الريولوجي مالتي مال الدرينج فلويد راح تتغير. أوكي فبهيش حالة صار عندنا هذا التفاوت مال الفيسكوسيتي. هاي شنو هذا؟ العراقيين دي بيدعون بالطرق جذب الأطفال. ف ايش عندنا؟ قلنا طرق قياسه الفيسكوسيتي هذه اول وحده. عندي الابارنت فيسكوسيتي والافكتيف فيسكوسيتي. شنو الفرق بيناتهم؟ سؤال مسلم هو الجواب على هذا. الابارنت فيسكوسيتي هي انه الفيسكوسيتي الغير ثابته. احنا مو قلنا اذا قلنا هذا التاو وهذا الجاما اذا الفيسكوسيتي ثابته على طول الخط لكل درجة حرارة وضغط هذا يسمونه نيوتن نيوتن فلويد. اوكي لكن اذا الفيسكوسيتي متغيرة فهذا ايش راح يسموها؟ راح يسمونها الابارنت فيسكوسيتي. اوكي وهنا طرق راح نشوفها بالموديلات الريولوجية بحيث انه احنا عاده ايش نستخدم لذلك احنا الموائع لما تسمع الموائع يقسموها نوعين نيوتن ونان نيوتن. نيوتن اللي هي الفيسكوسيتي مالتها تكون ثابته لكل القيم يعني كل ما يزيد الشير ستريس تزداد الشير ريت. هذا الشير ستريس راح يزداد عند الشير ريت لذلك تكون خط مستقيم. هاي العلاقه رقم واحد. العلاقه اللي يسمونها الافكتيف فيسكوسيتي المن لنيوتن فلويد اللي هو المواعي المتماثله المتجانسه مثل النفط. نفط هذا اللي بعد التصفيه او المي هذا متجانس. لكن المواعي الغير متجانسه واللي هي ضمنها مواعي الحفر اللي احنا قاعد نستخدمها هاي العلاقه ما اقدر اطبق عليها. اذا لازم موديل ثاني يستخدمه حتى اطبق عليها اللي يسمونها الابارنت فيسكوسيتي او اللزوجة الظاهرية اللي تظهر لي. كل سكشن اكو لزوجة يعني بالتوب سكشن اللزوجة ما تختلف عن ما احفر باللزوجة مال السكشن الوسط او بالبوتوم. اوكي وبالتالي هي شنو الظاهرة عندي يعني من ابدي ارسم ما بين الشير ستريس والشير ريت عند لما اخذ سامبل هنا راح تعطينا هذا الخط ولما اخذ سامبل بعد فتره زمنيه معينه راح تعطينا هذا الخط بعد يعني اقصد هذه القيمه مال تاو هذا بعد فتره زمنيه هنا. فلما اوصل بيناتهم ما بين الصفر هاي النقاط ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كيرف ما يصير عندي خط مستقيم. هذا طبعا شنو راح ناخذها احنا بالمحاضره اللي بعدها. فهي هذا السبب يعني جوابا على سؤالك الفيسكوسيتي مو ثابته لكن احنا نبدا من الحاله البسيطه ونبدا نعقد بها. فلذلك هسه احنا عرفنا الفونال فيسكوسيتي. الابارنت فيسكوسيتي هي الفيسكوسيتي المتغيره مع درجه الحراره اللي ثابته على طول الخط. الافكتيف فيسكوسيتي اللي خاصه بالمواعي الغير تابعه لتصنيف نيوتن. الافكتيف فيسكوسيتي هي الفيسكوسيتي مالتي اللي خاصه بمواعي نيوتن اللي تكون خط مستقيم دائما تكون خط مستقيم ما بين الشير ستريس وما بين الشير ريت دائما تكون خط مستقيم ثابته يعني قيمه واحده للفيسكوسيتي على طول الخط.
من بداية الحفر لنهاية الحفر. ولذلك احنا ما نستخدم بواع او اطيان حفر ذات انه شنو فيسكوسيتي ثابته. الفيسكوسيتي متغيره اوكي. فلذلك صارت عندي نوعين من الفيسكوسيتي. صارت عندي ابارنت فيسكوسيتي طبعا نوع تبع لنوع الفلويد والافكتيف فيسكوسيتي. واضح لحد الان؟ واضح صار اوكي. هسه اجتني مصطلح جديد هو البلاستيك فيسكوسيتي. البلاستيك فيسكوسيتي هي تعرف يسمونها اللزوجة البلاستيكية، مقاومة السائل للجريان نتيجة الاحتكاك الميكانيكي. زين زين احنا هذا قلنا ذيك الفيسكوسيتي هي انترنال فراكشن، هاي احتكاك ميكانيكي. معناته انه شنو؟ انه هاي تعتمد على تركيز المواد الصلبة اللي موجودة بيمن بالطين وحجم وشكل الجزيئات المواد الصلبة. ملفين دزين بقروب الدخان. واللزوجة بالحالة السالمة. راح نشوف. ما عدز شيء بصراحة بي. نرجع لها. مهم بس شنو أخويا لا تحاولين قبل من. أنا طبعًا هذا الفيديو أنا فيديو شرح للمبدأ مع العمل هذا الجهاز، مو هذا الجهاز، جهاز ثاني اللي هو أحدث من هذا الجهاز. بس أنتم إن شاء الله بالمختبرات راح تشوفون هذا الجهاز تشتغلون عليه. جيد. إذا هسه احنا خلينا بالابارنت فيلوس الابارنت فيسكو نا كوستي قلنا الابارنت فيسكوسيتي هي متعلقه بتغير خواص المائع. الفيسكوسيتي اللي تتغير على طول بتغير درجه الحراره والضغط، يعني مو ثابته على طول المسار مالتنا. وقلنا هاي خاصه بالمواعي اللي يسمونها النان يوتيان، نان نيوتيان فلويد، المواعي غير النيوتينيا يعني اللي ما مصنفها العالم نيوتن اوكي. فيسمونها النان نيوتيان فلويد اوكي. وشنو النان نيوتيان فلويد؟ قلنا هي هذا اللي انه الفيسكوسيتي مالتها تتغير تغير درجه الحراره والضغط، او المواعي اللي غير متماثله نون سيمتريك نون هوموجينيوس. يعني شنو نون هوموجينيوس؟ يعني مثلا على سبيل المثال المواعي الهوموجينيوس المي متكون من ماده واحده، هذا المي اذا اضفت له ملح وسكر وكذا صار تحول من هوموجينيوس الى نون هوموجينيوس اوكي. او هوموجينيوس مثل النفط، النفط بعد التصفيه هذا ما يسمونه هوموجينيوس. إذا أضفت له مواد ثانية راح يصير نان هوموجينيوس، وبالتالي راح يصير نان نيوتيان فلويد. هذا الأبارنت فيسكوسيتي. الأبارنت فيسكوسيتي يقول لك، يقول لك أنا أقدر أحسبها عن طريق لما سرعة الفيسكو ميتر مالتي ايش قد 600 مقسومة على 2. واضح؟ إذا سرعة الفيسكو يعني لما الريفوليوشن مالتي ايش قد 600 ار بي ام مقسومة على 2 ايش قد يعطيني دايل؟ الدايل مالتي هذا الفره مال قلنا الدايل اللي هو شنو سميناه فاي. اذا الفره بالقرص اللي يصير عندي المرافقه الم لل 600 ريفوليوشن اقسمها على 2 ايش راح يعطيني الابارنت فيسكوسيتي. الافكتيف فيسكوسيتي اللي هي الفيسكوسيتي مالتنا مال الفلويد اللي يتخذ شكل خط مستقيم ما بين الشير ستريس وما بين الشير ريت يسموها الافكتيف فيسكوسيتي، هي تمثل 300 مضروبة في قيمة الدايل الفاي على يمين على الـ RPM. هنسوي له هيك الإفكتيف هسه اللي هي الأبارنت العفو الأبارنت فيسكوسيتي هي نفس القانون، نفس القانون، لكن هذا الإفكتيف إلمن تستخدم للنيوتيان فلويد المواعي المتماثلة أو الهوموجينيوس، والأبارنت تستخدم للمواعي الغير متجانس النان هوموجينيوس النان نيوتيان فلويد. واضح؟ هذا مثال يقول لك مثلا عند القراءه احسب لي الفيسكوسيتي لما تكون القراءه مالتي عند ال 600 يعطيني 50 دايل، وعند ال 300 يعطيني 30 دايل، وعند ال 100 يعطيني 13 دايل، وعند ال 3 يعطيني 5 دايل. بما انه هو ما محدد لي حسب هذا القانون ما محدد لي افكتيف ولا ابارنت فيسكوسيتي، راح احسب الفيسكوسيتي بناء على هذا العلاقه 300 في مقدار الدايل مالتي ايش قد 50 مقسوم على 600
راح يعطيني 25 بس ما اعرف انه هذا شنو هي effective viscosity لو apparent viscosity ما محدد لي. اوكي لو قايل لي water او oil هذا راح يصير شنو effective viscosity. ليش؟ لان الووتر والاويل homogeneous fluid newtonian fluids. واضح؟ بس اريد اشرح البلاستيك فيسكوسيتي والالاستيك فيسكوسيتي ونتوقف حتى انه تقدرون تدخلون على المحاضره اللي بعدها. البلاستيك فيسكوسيتي هم هي نفس التعريف internal resistance بس هذا شنو بها حاله present هاي في حاله الدايناميك اوكي إذن هي الـ attractive force أو قوة الجذب أوكي في حالة شنو سوري أنا وين دا أحكي لا internal resistance to fluid flow caused by amount or type or size of solid present. لا الـ plastic viscosity هي شنو المقاومة الداخلية نتيجة وجود الـ اللي يسمونها الـ الرمل بالفلويد بالطين أو نتيجة وجود الـ solids اللي موجودة بالطين وهذا تعتمد عليه من تعتمد على طبيعة type والسايز مال إذا كان الحجم كبير أو حجم صغير اللي موجود بلي drilling fluid أو إنه إحنا نميزها هي تمثل لي البلاستيك فيسكوسيتي حاصل طرح مال شنو القراءة مالتي مال الجهاز مال الفيسكوميتر عند 600 لما الريفوليوشن مالتي تكون 600 ناقص حاصل طرح الجهاز لما يكون عندي جد 300 اوكي اذا البلاستيك فيسكوسيتي بتعبير اخر هي الفراكشن بتوين سوليد بارتيكلز انه انا هذا نقول هذا هو الطين وهنا أنا عندي سوليد بارتيكلز اوكي وهذه السوليد بارتيكلز لما تحتك مع بعضها راح تكون لي البلاستيك فيسكوسيتي وطبعا هاني دائما البلاستيك فيسكوسيتي بناء على هذا التعريف انه احاول قدر الامكان تكون اقل يعني مو عالية جدا يعني إذا زادت عالية إذا كانت ارتفاع مقدارها راح تولد لي مشاكل أوكي فهنا شو يقول لك it is the resistance of the fluid particle to move against each other in dynamic state إذا قلنا هي شنو المقاومة كل particle للparticle اللي موجود منه في حالة الديناميك في حالة الحركة وهذه ناتجه من الفراكشن ما بين هذا البارتيكل وهذا البارتيكل القوه الفراكشن اللي بيناتهم اوكي زين هاي البارتيكلز وين موجوده سسبندد داخل الطين لان هذا يعني مثلا انا الطين عندي بيه رمل هذا البارتيكلز مال الرمل اللي موجوده هي راح تسبب لي البلاستيك فيسكوسيتي نتيجه الانترنال فراكشن ما بين البارتيكلز مال الرمل بيناته اللي هي سسبندد اوكي او الكاتنجز نواتج عمليه الحفر اللي هي سسبندد بالطين ايضا راح تولد لي بلاستيك فيسكوسيتي رياضيا احسبها عن طريق سرعه الجهاز عند ال 600 ناقص سرعه الجهاز عند ال 300 يعني الدايل ماتي الفره اللي راح يصير عندي لما انا افر الجهاز بسرعه 600 ناقص الدايل ماتي عند الفره مال الجهاز بسرعه 300 يسمونها البراكتل بلاستيك فيسكوسيتي اوكي واكو بعض الكتب اللي بالنسبه اللي يقرون الكتب يسمونها البيت فيسكوسيتي اللي هي اكول ليش لان يعني هي تعتمد عليها سرعه المد بعد ما يطلع من البيت يعني بعد النوزل هذا البيت او خلينا نقول انه هذا البيت بشكل دائري وهنا عندي هنا اربع نوزلات الان دنبوا عليها من التوب فيو اوكي فورا ما يطلع من المد من هذه النوزلات هي يسمونها البلاستيك فيسكوسيتي لانها تعتمد على شير ريت طبعا مثل ما راح نشوف ان شاء الله بالمحاضرات القادمه راح ناخذ الماس سيستم واللوسس بالبريشر ما بين الدرل سنتريك والانالوس راح نفتهم هسه شنو على شنو احنا قاعد نحكي اهم شيء الوحدات اللي تقاس بها هي الملي باسكال سكند او تقاس بالسنتبواز اوكي بالفيديو المرفق لكم ضمن السلايدات راح تعرف شنو السنتبواز اللي هي وحدة القياس مالتنا القياس اللي خاصة باللزوجة مقارنة
المائع الستاندر مالتنا اللي يقيس عليه الايديال اللي هو الووتر. فلما تكون الفيسكوسيتي مالتي اعلى من الووتر راح تكون تعطيني لان انت الووتر الماي الفيسكوسيتي مالته 1 سنتيبواس. فلما يكون تجيني ماده اعلى من 1 هذا معناته انه شنو؟ معناته انه هذا الفيسكوسيتي مالته اعلى من المي اللي هو يسمونه ثخين او ثيك، واللي بيكون اقل من الواحد راح يكون اللي هو اخف من عنده. ما اضغط عليكم طلاب لان انتم باقي لكم 10 دقائق، ف راح نتوقف عند البلاستيك فيسكوسيتي، وان شاء الله المحاضره الثانيه اللي راح تكون بعد العيد ان شاء الله اكيد. ف اذا صار ضمن جدولنا ضمن فتره الحضر اللي هي ما بين من 12 ل 22 فمو من فتره العيد فناخذ محاضره، لكن اذا كانت المحاضره ضمن فتره العيد لان احنا تعتبر عطله رسميه. لحد اللي هنا اكو سؤال استفسار قبل لا تطلعون؟ طلاب اوكي سؤال استفسار